البترول من ضمن اللجنة أيضا، وكل 3 أشهر بنراجع أسعار البنزين، وفي ارتفاعات كبيرة. الاتجاه إيه يا فندم خاصة في هذه الأزمة؟ هل الاتجاه إن إحنا هنزود أسعار البنزين ولا لسه بتدرسوا؟ هو ما فيش متحدث حكومة هيعرف يجاوب على السؤال ده، لأن اللجنة اللي بتقرر، لا لسبب بسيط، اللجنة اللي بتقرر هذا الإجراء مش لجنة حكومية، هي لجنة بعيدة، هي بتجتمع وفقا لقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة، وهي اللي بتخطر الحكومة بالسعر اللي هي اختارته. فالحكومة ما عندهاش علم مسبق بما سيتم. الاتجاه العالمي طبعا هو صعود حاليا في الأسعار النفط. الاجتماع 1 أبريل، أو يعني في هذا الفترة في نهاية شهر مارس، هننتظر ونشوف ما ستقرره اللجنه المستقله وفقا للمعطيات الثلاثه اللي الناس كلها حفظتها دلوقتي. سعر النفط عالميا، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفه الانتاج. دول الثلاث معطيات اللي بيحددوا السعر ينخفض او يرتفع وفقا لهذه المعطيات.